هذا وتتواصل الجهود الحكومية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وعلى كافة المستويات وسط التأكيد على ضرورة مواصلة الالتزام المجتمعي. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة جليلة السيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة. مساء الخير دكتورة. مساء الخيرات، أهلا وسهلا أخي. دكتورة، لو تطلعينا يعني على الجهود التي تبذلها حكومة مملكة البحرين في مكافحة فيروس كورونا، خاصة في ظل تنامي الأعداد الآن. طبعا حرصت مملكة البحرين على توفير كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية منذ بدء الجائحة، وهي حرصا لضمان سلامة المواطن والمقيم. طبعا صدور عدد من القرارات والإعلان عنها حسب المرحلة يأتي على حسب الوضع الوبائي والمناعي في مملكة البحرين في كل فترة من الفترات، وصدورها اليوم ومن خلال ما أعلن عنه من اللجنة التنسيقية والفريق الوطني والمؤتمر الصحفي يأتي في الإطار ذاته وفي إطار الحرص على الحد من انتشار العدوى. اليوم المسؤولية مشتركة، مملكة البحرين استثمرت في المواطن والمقيم وفرت كافة السبل الوقائية من ضمنها التطعيمات بأنواعها المختلفة، رغم أن في تسابق بين الدول على توفيرها، تم توفير عدة أنواع لضمان حرية الاختيار وتوافر الأنواع اللي يحتاجها الشخص بحيث أن نضمن سلامته. مسؤولية مشتركة بل تقع على عاتق المجتمع اليوم بصفة خاصة بالإقبال على الخدمات الوقائية. لما تكون الأشخاص محصنين بالتطعيم تقل نسبة العدوى، وجود عدد لا بأس به من غير المحصنين مع الأسف يسهم في نشر العدوى ولا يسهم في الحد منها. أيضا الالتزام بالتباعد الاجتماعي، الأرقام اللي يعلن عنها واللي أوضحها الفريق تشير بشكل مباشر على أن عدد معظم هذه الأرقام بين البحرينيين، بين اللي أقل من 18 عام عدد لا بأس منه أيضا، وفي التجمعات الأسرية. فبالتالي الحد من التجمعات الأسر واقتصارها على المحيط الضيق، لبس الكمامات ما بين ذوي الأمراض المزمنة، وأيضا الحرص على التزام بقية الإجراءات، هذا دور كبير جدا ومهم وأساسي ومحوري في هذه المرحلة. الحكومة ومملكة البحرين حرصت على توفير اللقاحات بشكل استباقي ومبكر، فتم تسجيل 6 أنواع، توفير 5 أنواع وفق التصريح الطارئ، متوفرة في أماكن مختلفة يسهل الوصول لها، سواء كان من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، من خلال مركز المعارض، من خلال تحويل إحدى المجمعات اللي هو مجمع سترة التجاري كموقع للتطعيم، وأيضا توفير جرع سواء كانت منشطة لبعض الفئات أو أيضا بشكل استباقي توفيره للأطفال من سن 12 إلى 17، يأتي من باب الحرص على توفير مناعة مجتمعية للفئات المختلفة، خاصة في ظل أن تقريبا 42% من الحالات كانت في منهم دون 18 عام. نعم. فمهم جدا ان احنا نسعى ونحط ايدنا بايد الجهود المبذوله سواء كان من الفرق الطبيه والكوادر الصحيه بقياده سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، اللي يتابع خطوه بخطوه وفق توجيهات جلالة الملك، وأيضا الفريق الوطني اللي على متابعة ودراية بالوضع الوبائي والمناعي وحرص على توفير الفحوصات لجميع الفئات. طبعا الأعداد اللي نشوفها لأن في فحوصات كبيرة، هذا أيضا استثمار من مملكة البحرين لضمان التشخيص المبكر للحالات يعني واتخاذ الإجراءات اللي تضمن سلامة كل شخص يتم تشخيصه بالمرض. نعم. وأيضا الحد من انتشاره. نعم. الدكتورة جليلة سيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.